وبدنا نعرف أن العمليات العميقة ليست قصيرة الأمد. يعني ميزة التربية أنه نتائجها بدها وقت، يعني بنزرع هلأ بنحصد بعد 3 سنين 5 سنين 6 سنين. أحياناً واحد بيقول يعني طيب والله شيء متعب أنه أنا بدي ضلني وراء لهالولد، بدي ضلني أعطيه تعاليم، بدك تطول بالك. أنتوا شوفوا لاحظوا كيف بيبدأ هو صغير، أول شيء بيتلقى أو بيتلقن الحرف، بعدين بالمشي مثلاً بيزحف، بعدين بيمشي على مهله بيوقع هو عم يمشي. ما هيدا كله عم بفرجينا يا الله عز وجل ليقول كما ترون النمو الجسدي يسير بشكل بطيء كذلك النمو العقلي يسير بشكل بطيء، وكذلك التربية عملية تحتاج إلى مواكبة وأيضا تكون بطيئة، لذلك نتائجها طويلة الأمد. ما نستعجل قول والله صارنا سنة، أو أحيانا البعض الآباء والأمهات شو عم تربوا أولادكم كل يوم قل له ما تعمل هيك، ها مش تربية لك يا أخي، كل ما تعمل هيك وعمل هيك أمر ونهي، تربية عملية حياة لك تعيش معه، طريقتك بالأكل، طريقتك بالحكي بالبيت، طريقتك باللبس، كيفية التعامل مع الولد، مخاطبة الطرف الآخر، الحركة في داخل المنزل، القعدة، التعامل مع الأصدقاء اللي بيجوا، مع الأقارب اللي بيجوا، كلها عملية تربوية. العملية التربوية مش تحمل له كتاب وبتقعد بتقول له طيب تصور جاي لعندك أختك على البيت والصوت طالع بينك وبينها ومشاكل وصريخ وعياط، لا أنت عملتي، لا أنا ما عملت، لا أنت عملتي، والولد قاعد عم يسمع، حيكون صورة إنه في مشكلة، حيصير هو يفكر كيف يقلد، حيعمل مشكلة مع بنت خالته مع ابن عمه مع إلى آخره. أو طريقة الأكل، بس بدك تاكل تروح تغسل إيديك، إيه على راسي وعيني، طب أنت ما عم تغسل إيديك يا ابني تروح تاكل، طلع هيك عم تقلي لي أنت ما عامل هيك، ما أنا مغسلتهم من نص ساعة، هيك أنا مغسلهم من نص ساعة. يعني نحتاج أحيانا بأمور، موضوع التربية موضوع بده وقت، كل حركة كل بسمة كل تصرف بينطبع عند الولد. انتوا بتلاحظوا، انا المثل بعطيه دائما، انتوا بتلاحظوا احيانا ولدين ثلاث سنين اربع سنين قاعدين عم يلعبوا بالغرفة وغرقانين باللعب لفوق راسهم، وانتوا قاعدين عم تحكوا موضوع حساس مهم جدا، بس تخلصوا عيطوا لهالولد بيسمع لكم الحديث من اوله لاخر، كان عم يلعب بس ما هو حواسه متقدة، وبالتالي عم يلقط من المحيط، هو هلا شغلته انه يلقط من المحيط، ما هو كيف بده تنشأ العملية التربوية لو ما يكون عنده هالاستعدادات حتى ياخذ من هون ومن هون ومن هون تتكون شخصيته. فبتلاقي كرجلكم كل الحديث. هذا بيعني انه نحن بدنا نهتم، لا تؤتي العمليات العميقة ثمارها بسرعة، لهذا فإن تنفيذ ميثاق تطوير التربية والتعليم بحاجة إلى أعمال بحثية عديدة في مختلف القطاعات ليتم رسم الخطوط والسبل بصورة صحيحة. كل شيء بيكون له قواعد، بده تفاصيل، بده أسس، لحتى نفوت ببرامج عملية.